انتوا لسه معانا في صباحك سكر زياده. كل يوم بيظهر مفهوم جديد في حياه البشر. المفهوم الجديد اللي ظهر مؤخرا هو التكنو سكيلز او النيتيكيت، وده مرتبط بالكمبيوتر والفيسبوك والايميل والموبايل والانترنت وكلها كل التعاملات البشريه الحديثه او اللي هنسميها بالاي زي ما بيقولوا اي ماركتنج واي مش عارف ايه، فكلها مرتبطه بالنت والتعامل مع الحاجات التكنولوجيه. ومن الحاجات دي ازاي نتعامل مع بعض او الناس اللي بتتخاطب وبتتكلم مع بعض على اي برنامج او اي سوفت وير ليه علاقه بالشاتنج. واللي هتكلمنا عن الموضوع ده النهارده رغده اسعيد، مدربه المهارات البشريه. صباح الفل يا رغده. صباح الخير يا مروان. مروان صباح الخير يا مروان. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ الحمد لله كله تمام. تمام. ابتدي انا؟ اتفضل. لا احنا يعني زي ما احنا شايفين في مصطلحات كتيره مش فاهمينها. طبعا مش فاهمينها. مبدئيا عايزين نعرف ايه هو التكنو سكيلز. تكنو سكيلز يعني تكنولوجي سكيلز، يعني مهارات التكنولوجيا. دلوقتي طبعا ظهر في حياتنا الموبايل والكمبيوتر والانترنت والكلام ده كله، فبالتالي لازم يبقى كل حاجه ليها مهاره. ما ينفعش ان انا اخش كده ابعت ايميل وانا مش عارفه ايه هي الرولز بتاعت كتابه الايميل. في البيزنس في حاجه اسمها الكونفرنس كول، في حاجه اسمها الفيديو كول، كل الحاجات دي. حتى الفاكس بقى ليه اصول او اثكس تتعمل، او يعني بيسمى اتيكيت. والنتيكيت ده علم ظهر في اواخر التسعينات، او يعني اواخر الثمانينات واول التسعينات، لما حصل بقى انتهاكات على النت وما كانش في تشريع للانترنت او قوانين ليها لانها حاجه جديده علينا. فظهر قانون النتيكيت، وده بقى يشمل الايميلات والفيسبوك والادنج بتاع الفريندز والكلام بقى ده كله، هو داخل الانترنت والشات كمان. طيب لو هنتكلم بقى عن النتيكيت، يعني مثلا دلوقتي انا واحده مثلا قاعده على الانترنت بعمل شات، المفروض اعمل ايه؟ يعني اكيد بقى في رولز او في قواعد معينه في النتيكيت ده المفروض بقى كمان اعرفها. بريكوشنز كمان او تحذيرات دلوقتي من الهاكينج والحاجات دي، من الهاكينج والكلام ده، الباسورد نخلي بالنا. بقى في كمان مصطلحات جديده او مفردات زي الانجلو عرب ده اللي هو الحروف بقى الحمراء والحاجات دي كلها. طبعا هي دي تدني للغه، بس خلاص يعني زي ما بيقولوا لازم نواكب اللي بيحصل. بالنسبه بقى للايميل، لما تيجي تبعتي ايميل ما ينفعش تحطي فيه مثلا نقطتين وقوس زي سمايلي واللي قدامك ما يعرفش. لازم تبقي متاكده ان اللي قدامك يعرف كل المصطلحات دي وبيستخدمها زيك زيه. يعني هي اصول اللي هو التفاعل بين الاثنين، انت بتبعتي ايميل بتبعتي فاكس واتيفر. ما بعتش ايميل مثلا كابس لوك، فكابس لوك ده اللي هو كابيتال لتر، يعني انت بتشخط فيه او بتزعق له. لازم تكتب عنوان في كل ايميل. لازم تكتب له عنوان لان ممكن يجي له 100 ايميل في اليوم. لازم يبقى فيه عنوان لكل ايميل، لازم يبقى فيه امضى امضى منك او حاجه عشان يبقى عارف انت مين. برده لازم تفتح الايميل 3 4 مرات في اليوم. نتيجه تغير بقى انت حاجه بتبقى انترناشونال، بيبقى فيه توقيتات مختلفه، كل الكلام ده كله لازم يراعى في كتابه الايميل. تمام. مين اللي بينسق او مين اللي بيحدد المعايير دي، او مين اللي حددها بمعنى اصح بما ان احنا شغالين بيها؟ يعني هنقول الاصول، الناس اللي بتستخدمها كتير او بيشوفوا اكتر حاجه صح وبتتعمل. يعني في مثلا يقول لك ايه، التليفون ليه سكيلز معينه، مهارات التليفون. ما هو ما ينفعش مثلا اتكلم في التليفون وانا صوتي محشرج، او يعني ايما من الصبح اقول يعني من ضمن مهارات حتى لو جالي تليفون هقول لك من ضمن المهارات. سؤال مهم. من ضمن مهارات او الاتيكيت بتاع التليفون ان انت تعمل كده قبل ما ترد. او في حل تاني بس مش عايزه بقى ايه طريقه ان انت تغني في العربيه، تقعد تغني او تتكلم او تسبح ربنا واتيفر لحد ما تخلص كميه الكلام اللي هتعدل لك صوتك. فعادي انك طب رغدة، وفعلا زي ما مروان بيقول لو جالي تليفون بقى ساعات الواحد بيجي له تليفون مثلا وهو نايم ممكن تحصل ولازم يرد. طيب يبقى لازم يتاكد كوفليه صغير قبل ما ترد. غني كوفليه بس حته كده. لا لازم تتاكدي ان انت عارفه مين اللي بيتكلم، او هتبصي في الموبايل عارفه مين وادركتي انك صحيتي، لان ساعات الناس وهي نايمه ولسه صاحيه يعني ممكن تلخبط. مرحله الخروج من البنج بالظبط، بيهزي بكلام غير مفهوم بالظبط كده. فده من ضمن الاصول او السكيلز بتاعه الرد على التليفون، ان انت تدربي صوتك كده عشان تردي على التليفون. احنا مش هنغني في بادي لانجوج للتليفون. اكيد مش هقعد رجل على رجل واعمل كده، لا بس في فرق. لما تخيل انت ساعات كتير يا مروان حد بيكلمك في التليفون اول ما يترد عليه يقول لك مالك،
الاحاسيس دي كلها بتوصل في التليفون. ففرق قوي من لما ارد على التليفون اقول الو او الو، اكيد التون فرق. في فرق طبعا، التون ده فريندلي، التون ده انا مستنيه التليفون هتكلم. انما التون الثاني كده بقى اللي هو ايه، امر نعم افندم، وافندم دي في الرد نعم، اللي هو تحس ان هو الثاني هيخاف يتكلم. في برضو اصول او مهارات ان انت ما تكون هتكلم حد وهتاخد من وقته، ما ينفعش تقول له معلش ممكن حضرتك فاضي ممكن اخد من وقتك دقيقتين وتقعد تتكلم ساعه. يعني انت هتحدد اخد من وقت حضرتك دقيقتين، تستاذن الاول وتعمل لنفسك زي بيفمنت او ريدنس كده بالظبط. انت بتحضر نفسك ان انت هتتكلم في موضوع وتشوف التاني هيستقبل الكلام ده ولا لا. بس دي ممكن تتاخد على انها مهاره، ان انا اجذب انتباه اللي قدامي. لو انا مش عايزه يمل مني فانا بديله احساس في الاول ان انا هقول حاجه سريعه. ما هو ما ينفعش مصداقيه بقى، ما فيهاش كده ولا ايه. بس هل احنا بناخد الامور دي بمحمل الجد يا رغده؟ بص هو في البيزنس لازم، انما الحاجات الفريندلي بقى هكلم اختي اقول لها انت فاضيه دلوقتي؟ لا مش فاضيه لك. طب اسمعي بقى، عايز احكي لك على حاجه. اتفضل. طب رغده عايزه برضو اتكلم بقى على حاجه تانية خالص ونرجع للانترنت تاني، بما ان اجازه الصيف طبعا في شباب كتيره جدا فاضيين، فبرضو الدخول على الانترنت بيبقى اكتر بكتير. تمام. الشاتنج طبعا ده شيء اساسي لشباب كتيره جدا ومراهقين كتير، ودايما بنسمع ان في ناس دايما بتاخد مثلا بيمثلوا ان هم شخص وهم شخص اخر والحاجات اللي بتحصل دي على الانترنت. هل في طريقه ممكن اعرف بيها شخصيه اللي قدامي، اصدق اللي قدامي ولا لا؟ هو دلوقتي من كتر تعليم المهارات البشرية والكلام وحتى الشات وطريقة الابروتش نفسها، في طرق ابروتش كتيرة جدا. يعني مثلا بشوف الانسان اللي قدامي ده بيهتم بالتفاصيل ولا ده انسان بصري ولا انسان سمعي، هروح داخله الدخله دي هلعب على اللاوعي بتاعه على طول هكسبه. فالناس المفروض تبقى كوشس شوية، ما ينفعش ان احنا نندرج للنت كهروب لعالم اخر. لو احنا خدناها كده يبقى خلاص هيستاهل بقى اللي يحصله. انما لو اتخذت كسورت اوف ايه، انا بخش على الفيسبوك بعمل سوشيالايزنج، بيبقى في اجتماعيات، بيبقى في حاجات في الشغل، حاجات في الماركت، بتبقى الموضوع سلس وجميل. انما لو دخلنا بقى في الحاجات دي من غير البريكوشنز دي هتبقى صعبه قوي، لان حته النتيكات دي اتعملت علشان التجريم، بيجرموا حاجه بس او يشرعوا حاجه تانية، انما ما يقدروش يمنعوها. فهي الناس بقى هي المفروض تبقى تخلي بالها يعني.